تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. وسط إجراءات احترازية في ظل انتشار فيروس كورونا وبحضور محدود، ناقش باحث أكاديمي رسالة الماجستير الخاصة به داخل إحدى القاعات الأكاديمية في جامعة الأقصى الحكومية بغزة. وتمت مناقشة الرسالة بحضور الباحث المعد لها صالح المصري وأعضاء لجنة الإشراف وعدد محدود جداً من الأشخاص الذين تركوا مسافات في المقاعد بينهم. وارتدى المناقشون والباحث الكمامات الطبية الوقائية وقفازات اليدين خلال جلسة المناقشة التي عرضت رسالة تتناول العلاقة بين الفلسطينيين وجامعات الدول العربية. طور علماء جلداً اصطناعياً يمكن لفه حول الأجهزة مثل الهواتف الذكية وجعلها بالتالي حساسة لللمس. ويستجيب نموذج الأولي الذي تم تصميمه ليحاكي الجلد البشري لأشكال عديدة من التواصل البشري مثل الدغدغة وغيرها. ويمكن وصل هذا الجلد بالهواتف والأجهزة القابلة للارتداء ولوحة اللمس في الحواسيب المحمولة. وطور هذه التقنية باحثون في جامعة بريستول بالشراكة مع معهد تيليكوم باريتيك وجامعة سوربون في باريس. مع تضافر جميع الجهود في تركيا لاحتواء فيروس كورونا، كان للنساء السوريات مساهمة مؤثرة وفعالة من خلال مبادرة تطوعية لإنتاج الكمامات رغبة منهن في دعم التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس. وأطلقت مجموعة نساء سوريات في ولاية شانلورفا تركيا مبادرة تطوعية للمشاركة في صناعة الكمامات الوقائية وتوزيعها على المحتاجين بشكل مجاني. كشف خبراء الصحة في بريطانيا عن الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه موظفو المكاتب خلال 20 عاماً فقط في حال لم تتخذ أي تغييرات في بيئات العمل. ويبين نموذج ما سيعانيه الموظفون من مشاكل صحية، بما في ذلك تحدب الظهر بسبب الجلوس لساعات في وضع سيء، والدوالي واحمرار وجفاف العينين بسبب التحديق لساعات طويلة في شاشات الكمبيوتر وغيرها من الحالات غير الصحية. توصل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقنية طبية جديدة تساعد على التئام الجروح خلال ثوان معدودة. وتقنية الجديدة عبارة عن شريط لاصق يعمل على إغلاق الجروح خلال 5 ثوان فقط، ويعالج الأنسجة الهشة في الرئة والأمعاء. فازت شابة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية بنسلفانيا بجائزة قدرها 25,000 دولار لإنشاء نموذج أولي مصمم للقضاء على النقاط العمياء في السيارة. ولأنها لا تستطيع إزالتها، قالت الشابة إنها قررت التخلص من دعامات السيارات التي تسبب النقاط العمياء نظرياً دون التخلص منها فعلياً، وذلك بوضع كاميرات تعيد عرض الصورة على تلك الدعامات، فكأنك ترى من خلالها الطريق. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد
2-3-8-0 أفقي. اتخذ الفنان المصري ناصر الشربيني من مقهى يمتلكه بيتاً لفنه ونافذة يعرض فيها إبداعاته، ويتيح لرواده فرصة خوض غمار تجربة ثقافية وفنية إلى جانب تناول المشروبات التي يطلبونها. متحف تمر حنة هو الاسم الذي يحمله هذا المقهى الذي تنتشر في داخله التماثيل، حيث يضم 70 تمثالاً و90 حيواناً محنطاً والكثير من الأعمال الفنية التي يمكن للزوار تأملها واستنباط المعاني والأفكار التي تتجسد فيها. وتحمل التماثيل المعروضة داخل المتحف رسائل ومعاني فلسفية، وكثيراً ما تكون موضوع نقاشات بين صاحب المقهى وزبائنه. ورغم أن بعض الأعمال المعروضة قد لا تكون ملائمة لرقيقي المشاعر ومرهفي الإحساس، فإن بعض الزوار يبدون سعادتهم ويعربون عن إعجابهم بالمقهى وبتنوع العناصر المعروضة التي تتراوح بين الحفاوة بأشخاص مشهورين ورموز ثقافية، وصولاً إلى الحيوانات الحية، فتشعر وأنت تتجول في المقهى بأنك داخل حقل أفكار أو في حديقة أفكار. ويقول صاحب المقهى إنه يهدف من خلال المتحف إلى نشر الوعي الثقافي والإحساس بالآخر عن طريق التذوق البصري. في هذه البيوت الطينية وبتلك الملابس الرثة ما يزال الفحامة أو العاملين في مهنة صناعة الفحم بمحافظة واسط يمارسون مهنتهم بأساليب وطرق بدائية قديمة. أكثر ما يعاني في صناعة الفحم ويتحمل المسؤولية الكبرى في إنتاجه هن النساء الريفيات، إذ أن نسبة النساء العاملات في هذه المهنة أكبر من نسبة الرجال بكثير. يستخدم الفحم في الغالب من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية، بالإضافة إلى استخدامه أحياناً من قبل بعض العائلات في الشواء المنزلي أو الرحلات الترفيهية. إن أولى مراحل صناعة الفحم تتم من خلال جمع الأشجار ومن ثم تقطيعها باستخدام المنشار اليدوي أو الفأس أحياناً، على أن لا يزيد طول القطعة الواحدة عن متر. تعقبها عملية جمع تلك الأخشاب في الحفرة المخصصة لعملية الحرق، وهي المرحلة الأصعب والأشد خطراً على أصحاب هذه المهنة، ومن ثم تغطيتها بالتراب لتحرق من الداخل مع ترك فتحة صغيرة في الغطاء. وتحتاج هذه المرحلة لمدة تتراوح من يوم واحد إلى يومين ليبرد الفحم ويكون جاهزاً للتعبئة في الأكياس المخصصة. إن صناعة الفحم ليست بالعمل السهل ذي المردود المادي الكبير بقدر ما فيها من مخاطر وأضرار على صحة ممتهنيها الذين يتعرضون لأمراض ضيق التنفس باستمرار، إضافة إلى الأمراض الجانبية الأخرى، لكنها تبقى خياراً أفضل من البطالة. إن صناعة الفحم بدأت بطرق بدائية واستمرت بمفاهيم تقليدية حتى اليوم، اعتماداً على العمل اليدوي وعدم تطوير أساليبها، قطع الطريق أمام إمكانية تحسين نوعية الفحم المحلي وتجنب الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن صناعته، بالإضافة إلى أن أصحاب هذه المهنة يشعرون بكساد بضاعتهم بسبب استيراد الفحم من خارج العراق.
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير منا يسمع عن آلام كعب القدم، كعب القدم أو بعض الناس يعني مصطلح عليه مسمار القدم. طيب شو هو مسمار القدم؟ قبل كل شيء هو عبارة عن التهاب في الرباط الأخمصي في القدم. طيب شو أسباب هذا الالتهاب؟ لحد الآن للأسف الشديد غير معروفة، وكلها نظريات يعني لم ترتقي إلى مستوى السبب المباشر في هذه المشكلة. طيب كيف بنعرفه إحنا؟ غالبا هذه المشكلة تحدث بعد النوم مباشرة، بيستيقظ الإنسان بده يقوم يمشي ويتحرك، بيجد هناك صعوبة وألم شديد جدا في كعب القدم، أو بكون جالس وبده ينهض ويمشي بلاقي صعوبة وألم شديد جدا في القدم. طبعا هذه الألم كله على بعضه بنسميها التهاب الرباط الأخمصي للقدم. طبعا ممكن يكون في الكعب، ممكن يكون في وسط القدم، وممكن يكون في مقدمة القدم تحت الإصبع الثاني. طيب اكتشفنا الحالة هذه وشفناها ايش؟ طبعا بالتأكيد الإنسان حيروح للطبيب، حينصحه بنصائح التالية. رقم واحد وأهم شيء قضية الحذاء، العلاج التحفظي. الحذاء يجب أن يكون طبي، هذه رقم واحد. رقم اثنين مهم جدا أن نعلم في الحذاء أنه قوس القدم يجب أنه يكون في هذا الحذاء معدن، يعني صلب، بحيث إيش يحمي الرباط من التقلص، ومن ثم إيش يحمي من الألام اللي بيسببها. تمام. بعد ذلك نيجي للعلاج الدوائي. في علاجات معينة لكن كلها اللي هي ما يسمى بمضادات الالتهاب. طبعا هنا لما بتكلم عن الالتهاب لا أتكلم عن الالتهاب النتن، إنما أتكلم عن الالتهاب النسيجي، يعني عوامل الالتهاب دخلت إلى نسيج معين أو موجودة في نسيج معين وتسبب الألم. أيضا من العلاجات المهمة في الحالة هذه اللي هو العلاج الطبيعي، التركيز على العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ليس تقوية عضلات وإنما تمطيط للرباط الأخمصي القدمي. في بعض العلاجات الأخرى وكويسة وفعالة اللي هي قضية كمادات الثلج، أو يعني بنجيب زجاجة ماء مثلجة ثلج وبنضعها تحت القدم وبنحاول نمارس حاجتين عليها، اللي هي عملية الآيس باكينج أو كمادات الثلج، وبالإضافة إلى تمطيط الرباط الأخمصي. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.